يأتي هذا في علاقات مميزة وعلاقات في أفضل حالاتها ما بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية. طبعا محطة النجف ثالث محطة، بعدها إن شاء الله سيكون في محطات أخرى مباشرة ما بين المملكة العربية السعودية ومطارات العراق كالبصرة والسليمانية. شركة مطار الدمام بشكل عام تعمل على تنمية مطاراتها وتطوير أعمالها من خلال تطوير مطاراتها، من خلال تطوير خطة حركة التنمية الجوية، تقدم كل التسهيلات إلى شركات الطيران والشركات العاملة، بالإضافة إلى تقديم حزمة حوافز لشركات الطيران لاستقطاب وجهات جديدة ورحلات جديدة.